مشاهدينا، أحمد مجدي طالب في كلية الطب السنة الثانية بجامعة المنصورة. تصدر اسم مجدي أو اسمه موقع تويتر منذ أمس تحت هاشتاج انقذوا أحمد مجدي. أحمد المقيم في منية النصر بمحافظة الدقهلية شمالية مصر ذهب مع أصدقائه إلى محافظة دمياط لقضاء العطلة والاستمتاع بالبحر، وتحديدا مشاهدينا في شاطئ دمياط الجديد المطلي على البحر المتوسط. دمياط الجديدة الشاطئ عام يتردد عليه المصطافون بشكل مستمر. يوم الأربعاء تعرض أحمد وأحد أصدقائه للأسف للغرق. حاول رواد الشاطئ إنقاذهما، ولكنهم لم يستطيعوا إنقاذ سوى صديق أحمد الذي يتلقى العلاج حاليا في إحدى المستشفيات. الحادثة مشاهدينا وقعت الساعة 17 تقريبا، أي قبل غروب الشمس بوقت قليل. بحسب روايات الناشطين على تويتر، وصلت فرقة إنقاذ ولكنها توقفت عن البحث بعد ساعة واحدة ولم تعد مرة أخرى، وتوجه أفراد عائلة أحمد إلى الشاطئ وحتى اللحظة لم يتم العثور على أحمد. تداول مشاهدينا رواد مواقع التواصل صورة لوالدة أحمد. دعونا نوضح هذه الصورة قليلا. على ما يبدو أنها لوالدة أحمد التي هي تفترش الأرض بحالة نفسية سيئة، وهي تنتظر ابنها أو حتى العثور على جثته لتقوم بدفنها. أصدقاء محمد أو أحمد عفوا دشنوا حملة لمناشدة المسؤولين بالمحافظة للبحث عنه تحت هاشتاج انقذوا أحمد مجدي. مع السراج تغرد: الله يعين قلب أهلك على الاختبار الصعب، ويرحمك يا رب، ويجعل القدر الصعب في ميزان حسناتك يا رب. رجاء السلطات المعنية بالمسطحات المائية في محافظة دمياط البحث رفقا بقلب أم ينزف. بدوي يقول: زميلنا أحمد مجدي من امبارح وهو في البحر في دمياط الجديدة، وفريق الإنقاذ منزلش امبارح وتحقق بالوقت، والصبح برضو ما نزلوش، وما فيش حد نزل يدور عليه، ما فيش غير أهله وأصحابه واقفين على الشط، وما فيش في إيدهم حيلة. محمد رمضان، الكلام ده بيحصل كتير، واحنا في بلدنا غريق تقريبا من اكثر من اسبوعين ولسه ما فيش اي حاجه عنده. ربنا يصبر اهلهم يا رب. لم يتفاعل المسؤولون مع الحمله، ولكن تطوع احد الغواصين ويدعى هشام الشوبكي للبحث عن احمد صباح اليوم التالي، ولكن عدم وجود معدات لديه منعته من استكمال عمليه البحث. انا متواجد من الساعه صلاه الفجر، والبحر في حاله فساد، وما ينفعش اشتغل لوحدي، واولادي تعبوا ورا مني، يا ريتك تصورهم وهم نايمين. فانا بطالب كل غواص محترم في المنصوره ودمياط وبورسعيد سرعه التواجد في دمياط، لان طبعا البحر زي ما انتم شايفين ورايا، والغواصين فاهمين لو ما طلعش النهارده معنى الكلام ده ايه. رجاءا كل غواص أو تواجد ما بين دمياط وبورسعيد والمنصورة يحضر إلى دمياط الجديدة. عملية البحث عن غريق في البحر ليست بالأمر السهل مع وجود تيارات مائية وعدم وجود معدات أو مراكب إنقاذ. أحد أصدقاء أحمد نشر هذه الاستغاثة مناشدا المسؤولين في المحافظة لمساعدتهم في العثور على صديقه. لا طب نعمل ايه تاني؟ عملنا كل اللي علينا، واحنا يا ريت بايدينا يا احمد ننقذك، بس اقسم بالله ما حدش بايده حاجه، حتى الراجل المحترم الغطاس الاستاذ الشبكي او الكابتن الشبكي، الراجل المشكور ما مش عارف ينزل، الموج عالي جدا، الرياح كل شويه تغير اتجاهها، طبعا ما معوش امكانيات كبيره، لا لانشات انقاذ ولا معاه كشافات كبيره مثلا تنور له المايه بالليل دلوقتي. فبالله عليكم يا جماعه نوصل للمسؤولين، حاولوا تدوا له امكانيات وهو هينزل. بالفعل استجاب عدد من الغواصين لنداء الاستغاثة ووصلوا إلى مكان الحادث وبدأوا عملية البحث صباح اليوم، لكن دون جدوى في ظل عدم وجود معدات لمساعدتهم في عملية البحث. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ لحظات أنباء عن العثور على الجثمان أو على جثته، ولكنه كان عالقا بين صخور ولم يستطيعوا إخراجه إلا برافعة، ويناشدون السلطات بتوفيرها لكي يتمكنوا من انتشال الجثة.